السلام عليكم الأصدقاء الأحباء، معكم ليلى بروكلين بريدج. قوم هيا. لا 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 بروكلين بريدج. Everybody welcome on my good friend, this is Leila in America, Brooklyn Bridge. So thank you for all my good friend subscribe my channel for 2000 أصدقائي. أشكركم من أعماق قلبي اللي شارك معايا في قناتي، وقناتي تفعلت مع 2000 سبسكرايب، يعني اشتراك معايا 2000 المشاركين اللي تشجعوا معايا في القناة. أشكركم من أعماق قلبي، أتمنى من المزيد من التشجيع وتشجعوا القناة ديالي. أنا في بروكلين بريدج وتابعوني نهضر لكم على الموضوع، نكمل لكم على مكسيكو، على المكسيك. وابقى معايا ان شاء الله، غادي نقول لكم هذه المره عن المكسيك، على النظام المكسيك اللي حارب المتشردين والعصابات و رجال المافيا والناس التيغريسي والدعاره، كيفاش قضوا عليها النظام اللي تيجي اي رئيس تحط التعديلات ديالو في البلاد ويحط القوانين ديالو. سابقوا معايا، وكما تشوفوا بروكلين بريدج هنايا، كما تعرفوا كل شيء بروكلين بريدج هنا تيجي بها كل الناس، كل الناس تيجيو تتمشاو، تتبردوا اليوم الحر بطبيعة الحال، اكسرسايز المشي. وبغيت نكمل لكم الموضوع ديال المكسيك والإجرام اللي واقع في كيفاش قضاو عليهم الإجرام المجرمين، اللي كما حنا تنقولوا تشرمين المشرملين. انا عمري ما سمعت، خرجت من المغرب وخلاو هذه القصة ديال تشرمين. تعب الجو اليوم رائع رائع، والجو كما تشوفوا رائع، شعر كله بلو اب تيطلع مع الريح. كما تشوفوا بروكلين بريدج. رجعت لكم من جديد على القصة بمكسيكو اللي قلت لكم بعد ما قلت لكم البريدج. دابا تنشرب قهوة وباقي عندي انا، هو الصباح. دونك اللي بغيت نقول لكم الاحباء الاعزاء، وهو المكسيك الوضع ديالو في النظام ديالو، كيفاش حاربوا المشرملين، شرمين وسراقة، وفي الصبويات والطوبيسات والشارع، كان في كل مكان سمعت بهم. أنا ملي مشيت ما لقيتش هذه المشكلة، كيفاش حاربت. دونك النظام دايما هو اللي تيغير، أو لا هو اللي تيعطي الأسوأ. دونك النظام حاليا متفقة معه وما متفقش معه، إلا أنا دائما تيكون عندي بنادم فيكتيم، يعني علاش مبلي يشفر ويسرق ويكون عنده دروب خصو باش يسرق باش ينهب من الناس
إلا ما كانش مادة ليد مساعدة الحكومة الدولة والنظام عطى ليه الحق ديالو. كل واحد عنده أسبابه. دونك النظام دابا باش قضاو عليهم وعلى الدعارة دعارة كانت في المكسيك. دونك ما بقاتش الدعارة ولا تحت الطاولة اللي تيدير دعارة تتعاقب العقوب ديالها. انا ما قلبتش عليه مزيان، يمكن قلبت على الموضوع ديال اللي سرق. هما دابا اللي تيسرق تيقطعوا ليه يدو. كيفاش حاربوا النظام؟ حارب شفارين نقصوا بواحد العدد كثير والناس يخافوا، ولكن انا تيبقاو في المساكن تيبقاو دائما ضحايا ديال سميتو علاش ما تفاهموش معهم. كيفاش تفاهموا معهم وخلوهم ما يبقاوش شفارة بزاف ويعطوهم شوية الشغل؟ بالنسبة للأعمال شوية الصنايع وشوية الشركات الأمريكية اللي كاينة تماك، طبيعة الحال تنقص من الشوماج من تشرميل حتى هو من السرقة. عندهم صنايع مزيان تاع الناس تخدمو تيدمرو يعني المكسيكيين. دونك اشنو داروا لهم هادوك الناس اللي تبيعوا جوالين كما تنقولوا البيع في الشوارع او في الكرارس؟ راه عندهم رخص ما تطهدهمش الفيديرو. البوليس عندهم انواع ما تيجروش عليهم انهم عندهم رخصه تخصهم يخدموا، ما عندهمش شغل كثير موفر للشعب. دونك داك البياعين والشرايين او جوال بياع او لكن ما تنعرفش كيفاش تقوليها تطلعوا في الميترو تطلعوا في الطوبيسات، لكن عندهم رخصه تبيعوا الشكلاط تبيعوا بحال داك الحاله اللي عندنا في المغرب. ولكن بوزرويطه ما تضربهمش العسكري لا بوزرويطه او لا مرضى كما تنقولوا او لا الجندرم او لا اي بوليسي منوع عليه يضربوا حيت يخدم. بالنسبه للطلبه واحد النسبة قليلة اللي أنا شفت واحد المرة كبيرة مكسيكية تتبان شكل ديالها، وشفت واحد ماشي تيطلب من جامايكا. أنا اللي عطيتو الفلوس ومشيت هضرت معاه بغيت نعرف كحل شفتو وكاين تماك عندهم. دونك مشيت واستفسرت منو وعرفتو بالله وما طلبش مني أنا اللي عطيتو، وقال لي وشكرا لك هذا مكان عطيتو باش يشرب غير شي قهوة في سبيل الله. يعني مسكين تيبدا يهضر بوحديتو يعني ضغط عليه كثير وتيتمنى غير رجع لجامايكا إلا ما لقاش البديل. باش نقول لكم صعب باش تمشيو المكسيك وانتم ما عندكمش المال والمشروع وتكونوا عارفين اشنو غادي ديروا في المكسيك. ماشي باش تهاجر باش تخدم، ماشي بلد الفرص ديال الخدمه. انا كنصيحتي كيفاش النظام قضى على تشرميل؟ هذا هو علاش قضى عليه. دونك النظام يقدر يهبط الناس ويخليهم يذبحوا بعضياتهم، ويقدر النظام يطور من الشعب ويعطي فرصه ولو غير داك البياعين والشرايين او لا يعطي في اي خدمه. ولكن اللي ما متفقش معاهم هو تقطع الدين، داروا فيهم بحال الشريعه الاسلاميه اللي سرق يتقطع له يدو. يعني انا ما معاش من كل طرفين، ولكن على الاقل الاجرام نقص. مالين الطاكسيات لما عاودوا لي انا عمري ما وقع لي شي حاجه وما شفتش، لكن الصديقه اللي كانت معايا قالت لي مالين الطاكسيات حتى هما خطيرين بالليل على سختو اذا عرفوك ماشي من تماك. داكشي علاش توني انا منين هبطت لوطيل وغادا نمشي غادا نمشي للمطار صورت له البلاكه ديالو وقلت انا قلت له السغورو يعني مضمون هذا باش غادي نمشي للمطار. قال لي السغورو. دونك صورت السيده اللي معايا حتى هي وانا يعني باش انني انا كنت في المطار كنت في الاوتيل نقي والبلاصه اللي كنت فيها نقيه في الاخر باش نقدر نمشي سيفتي. ومشيت الناس دوك الاوتيلات اللي حدا الكوند سنتخفيل او ولا شي حاجه امنين يعني ما يقدروش يديروا شي حاجه اللي خايبه. تنظن
الله أعلم أنا ما عنديش bad experience يعني I don't have a bad experience. ما جربتي ما كانتش خايبة في المكسيك كانت رائعة وحفظت حتى راسي أنا هنا تنعرف هذا العالم الثالث تكون فيها بزاف ديال المشاكل. دونك تحياتي لكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا القناة والتفاعل مع الجرس وحبكم الله ودائما الجديد مع ليلى من أمريكا وغادي نرجع لكم أستسمح على الموضوع الآخر اللي شجلته حدا البحر إلى عجب الناس وبغاني نعطيهم فكرة ديالي على تستثمر في الفلوس ديالهم الناس اللي بغا تستثمر في الفلوس ديالهم كيفاش ديال البزنس ما بكل فرح ولو غير مدة قصيرة. دعموا القناة ديالي وشجعوها وأحبكم في الله دائما ليلى في أمريكا. Thank you all. I love you all.